أحمد عطيف، ذلك الفتى متى التقطت تلك الموهبة في كتابة الشعر وسيلة التعبير عن الجمال في منطقة؟ نعم. ولماذا ولمن كتبت وظروف نعم. كتابتها في المعهد العلمي كان بعض المعلمين الله يرحمهم ويذكرهم بالخير يعمل بيننا مساجلات في الفصل في الفراغ، مساجلات شعرية هذه تخلينا نرجع البيت نقرأ شعر ونحفظ عشان بكرة في المساجلات. وأنتم أصلاً كنتم مهيئين لهذه المشاغبات أساساً؟ تماماً. حصل فرصة أنه انقلبنا يوم في السيارة وإحنا رايحين، أنا في أولى ثانوي طبعاً في المعهد ومستني عاطفة روحانية فكتبت أبيات أول مرة أكتب، وبالمناسبة أنا رسبت في أولى ثانوي يمكن عشان الحادثة، وأرسلت الأبيات لمجلة إقرأ كان يرأس تحريرها الدكتور عبد الله مناع رحمة الله عليه، الله يرحمه، كان توصل لبعض الناس في معهد صامتة، فنشرت ولكن باسمي، ولكن اسمي ناقص، يعني بدل ما هو أحمد يحيى عطيف كتبه أحمد محمد عطيف، فكانت غصة يعني حتى الآن ترى. يعني فرحة لم تكتمل يعني. أيوة، هذه أول علاقة لي بحكاية أنه أكتب قصيدة. بأي شكل من الأشكال، العمودي ولا؟ لا العمودي. العمودي. طبعاً من المعهد العلمي ما توقع العمودي. صحيح. إيه. طيب تتذكر هذه الأبيات أستاذ أحمد؟ أتذكر بيت واحد. اللي هو؟ طبعاً لأن المسألة حادثة موت. إيه؟ أنه يا ربي أني قد أتيتك طائعاً وعلمت أنك في الأخير المرجع، بيت واحد فقط. يا رب أني قد أتيتك طائعاً وعلمت أنك في الأخير المرجع. بيت جميل. مع أنه عندي 17 سنة. الواحد ما عنده ذنوب ولا عنده شيء، بس لحظة الموت كانت مفاجئة، لحظة الحادث.